أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا إن هذا لهو الفضل المبين. ولقد آتينا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وحشر لسليمان
وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. حتى لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها فتبسم ضاحكا فتبسم ضاحكا من قولها جميل جدا جدا جيد لطيف رائع ظريف. وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطير فقال ما لي
لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير فمكث غير بعيد فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. وجدتها استاذ
ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم صدق الله العلي